ساعات اللي هو يعني بس قبل ما اخش على التفاصيل، وهو البعض بيقول حكم لحظر نشاط حماس، وحماس ليس لها نشاط علني، واغلاق مكاتبها وهي ليس لها مكاتب علنيه، وبالتالي الحكم قد يكون ذريعه لان يستخدم ضد مصر في الفتره القادمه. اي ذريعه ومن مين يستخدم ضد من مصر؟ الخارج، اي خارج، زي ما حماس قالت النهارده كده، ان هذا حكم يخدم اسرائيل ولا يخدم احد. واللي بتعمله حماس في شعب مصر ده بيخدم حماس؟ حماس منذ 2008 الرصاص المصبوب، عمليه الرصاص المصبوب بتاع غزه بتاع اللي قامت بقى العدوان الاسرائيلي على غزه، وعمود الغيم او عمود السحاب اللي عملته اللي عملته اسرائيل ضد غزه. انا عايز بسال حماس كم اسرائيليا قتلت او جرحت، وكم مصريا قتلت وجرحت واغتالت، وكم من المفجرات والارهابيين عبروا عبر الانفاق. هذه منظمه ارهابيه، مش حتى قبل ان يصدر حكم المحكمه نحن نعلمها تماما. وما قامت به ضد جنودنا الستاشر على خط الحدود لا يخفى على احد. والقنابل والاسلحه اللي بتيجي مكتوب عليها كتائب القسام لا تخفى على احد. اذا عمل حماس ضدنا، دي منظمة إرهابية صريحة وتتحدى إرادة شعب مصر في أرضه. وأنا قلت قبل كده وصرحت أكتر من مرة إن حماس مخترقة من المخابرات الإسرائيلية، والعملية عفدة الأخرانية اللي هي اتمسكت الاتنين العملاء اللي جندتهم جهاز المخابرات العسكري اللي هو أمان، دول كانوا بيقبضوا فلوسهم منين؟ من قادة أحد التنظيمات الإرهابية وليدة حماس التي تعمل في سيناء. طيب. يعني الإسرائيليين، أنا بس مش عاوز حماس تدفع منين؟ بتدفع برضو الإسرائيليين بيدوا لها الفلوس عشان تدفع لهم. طيب أنا